السلام عليكم. راح ناخذ اليوم مجموعة من الأسئلة من اللي ديزاين، راح بصورة عامة حلهم بصورة سريعة أفكار يعني ممكن تفيدكم امتحان النهائي. هسا هذا عندنا سؤال سلاب، هالشكل هذا شكله غير منتظم. قلنا احنا اي سقف شكله غير منتظم الطريقة اللي نقدر نحل بيها واحدة من الطرق هي اليلد لاين. اكو طرق ممكن بالاستفنس مثل موديل ماكو مشكلة، بس اليدوية هي اليلد لاين. عندي بحمل المنتشر اني الحمل المنتشر هنا دبليو يو 15 كيلو نيوتن متر مربع، يجيك اخذ العزم الموجب يساوي العزم السالب، لان انا عندي هذا سمبلي سبورتد هذا الضلع وهذا الضلع فيكست. هنا السقف غير منتظم، هذا 4 امتار هذا 7 امتار. اول شغله باليلدان افكر هو خط الفشل. قلنا خط الفشل يصير من نقطه التقاء السبورت، خط الفشل يصير من نقطه التقاء السبورت. وين نقطة التقاء السبورت؟ ها هذا كأنما امتداد إليه وهذا امتداد إليه وراح يلتقن هنا بهالنقطة، هاي نقطة التقاء. من عندها ها يخرج هنا اللاين تقريبا ينصف الزاوية، شوفوا هسه نقاط هنا، إذا خط الفشل هو هالشكل. ليش مايل؟ لأن هذا الضلع، يعني أنا من أقول اليوم عندي زاوية هالشكل وعندي هذا ناخذ بيانات المنتصف يطلع مايل هالشكل هذا، بالتالي يكون شكله شنو؟ مايل. اذا هذا خط الفشل. هل مكانه ينصف الاربعة ينصف السبعة؟ لا ما اعرف، ما ينصف، هذا فيكست وهذا سمبلي يختلف الحكي. اذا افرض على مسافة معينة، اذا اخذت هاي المسافة منا لهنا اكس، اذا هاي المسافة منا لهنا هي سبعة ناقص اكس. انا من فرضت اكس لازم اجيب بعد كل شغلات السؤال المتبقية بدلالة اكس، كل شغلات السؤال المتبقية بدلالة X وحل. زين زين، أني أجي أحتاج هاي المسافة، أنا راح أقول لكم ليش أحتاجها. أفرضها Y، إذا Y لازم أجيب دلالة من دلالة الـ X، وبقى كلها بـ X. هاي المسافة منها لنا إيش قد؟ هاي مو X، هاي X. هاي المسافة هي X اللي هنا، هاي المسافة هي X بس هاي مو X. إذا خلينا نسميها متغير آخر نسميه X1، هاي راح تطلع 4 ناقص x1. اذا لازم هم اجيب بعد x1 بدلاله x. لان اول خطوات اسويهم بالحل. شلون اجيب الواي؟ انا عندي مثلث كبير هالشكل هذا، هذا 7 هذا 4 هذا y، المسافه من هنا لهنا هي 5 زائد y. اذا اقول 4 الى y مثل ما 7 الى 5 زائد y، تطلع الواي لو ما تطلع تطلع الواي، ماشي ماكو مشكلة بيها، احلها طرفا ببساطة، طلعت قيمة الواي وجدت قيمة الواي تطلع 6.66، ماشي. انا شوي راح اختصر بالحل على مود استفاد من اكثر عدد من الامثلة. طلعت قيمة الواي 6.66، مطلوب ابعاد يطلع رقم، مطلوب اكسات يطلع دلالة الاكس. شلون طلع قيمة الاكس 1 اكس؟ ها اجي ارسم هذا المثلث اللي عندي هنا، يا مثلث اخذ الزغيرة بالاكس 1، يعني هاي اكس وهاي اكس 1، ومن هنا الواي معلومة صارت عندي 6.66، من هم صارت عندي معلومة 6.6 زائد 5 يطلع 11.66. أقول x1 إلى هذه المسافة مثل ما x إلى هالمسافة، راح أطلع x1 بدلالة x وحلت. إذن صار السؤال كليته تطلع قيمة x1 تطلع 0.57x. صار السؤال ورموزه لأني كليته كان بعد ما عندي x1، عندي x وخلص الشكل. هسه اجي احسب الانترنال وورك واحسب الاكسترنال وورك، ماشي. احسب انترنال وورك واكسترنال وورك. هسه نجي نجي صار عندي السؤال، يمكن اذا اريد هذا راح يصير عندي هذا الشكل، هنا هذا الشكل، هاي 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 من هنا اكس، هاي 7 ناقص اكس، هاي 0.57 اكس من هنا، هاي تطلع المسافة 4 ناقص 0.57 اكس، وهكذا. خط الفشل قلت لكم بشكل مائل، هذا فيكس. أريد أحسب الانترنال وورك والاكسترنال وورك. الاكسترنال وورك هو قلنا دائما الاكسترنال وورك قلنا هو شنو؟ الحمل المنتشر في حجم ذلك الشكل بعد الهطول. زين، ايش قد مقدار الهطول هنا؟ أول نقطة بالهطول هي هنا، مقدار الهطول هو 1. هنا نقطة التقاء السبورت، هطول صفر. ليه السبورت صفر؟ يعني هنا الهطول صفر، هنا صفر، هنا الهطول صفر، هنا صفر، نقطة التقاء هم صفر.
لعد هاي النقطة شقد مقدار لها طول؟ افرضها دلتون، لان اذا هنا واحد وهنا صفر بيناتهم شقد رقم متغير؟ يعني من عندي نقطة مقدارها واحد، وشوية شوية الكراكس يقترب ويروح للصفر، اذا هاي النقطة ها مقدار طول، اذا اقدر اطلع نسبة تناسب، يقدر اطلع نسبة تناسب. اقول هاي نقطة الهطول اللي هي هنا مقدارها واحد الى المسافة العمودية مثل ما واحد الى هاي، كنت اطلع قيمتها، تطلع القيمة مالتها هم 0.57 تنحل. اذا هنا دلتا 1.7، يعني صار عندي السؤال نقطة الهطول مقدارها هنا واحد ونقطة الهطول هنا مقدارها 0.57، هم محتاجين بالحجم ذا. يعني طلعتها الخطوة اللي بعدها احسب الكتر. اجي الحمل المنتشر هو 15، نجي لهذا الجزء اليمين، هذا الجزء ايش قد الحجم مالته؟ شوف شكله مو نظامي، لان يعني هاي الزاويه هذا الخط مائل. زين قاعد خلنا نفكر شو اقول. لا اقول اخذه كلي تكامل وناقصه من هذا المثلث الصغير. كلي تكامل نقطه الهطول هنا صفر بصفر بصفر، وهنا أنا واحد، وهنا أنا صفر بصفر بصفر، وهنا نقطه الهطول 0.57. هذا الحجم مالته ثلث، وهذا الحجم مالته هم ثلث، بس هذا الحجم مالته ثلث في نقطة الهطول مقدارها واحد، وهذا الحجم مالته ثلث في نقطة الهطول 0.57. أقول هذا ناقص هذا، ماشي هالشكل، هذا ما طول. إذا أنا إذا أرد أحسب حجم هذا الشكل اللي هنا موجود أحسبه كلي تكامل، كلي تكامل ناقصا هذا المثلث الصغير حجم. إذا راح أقول للكبير راح أقول الحمل المنتشر 15، مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع 7، أرض القاعدة والارتفاع 11.66، في ثلث على 2 مال مساحة المثلث، ناقص هذا نفس الحاجة هم 15، في القاعدة من هنا هي 4 في الارتفاع 6.66 على 2 ثلث، وطلع الحجم، انت على الحجم 166. خلاص انتهينا، هذا بالنسبة لكريستيان الورك. اروح يطلع انا يعني شوي قلت لكم استغل الوقت، ما راح احكي التفاصيل لانه اكثر من ثلث. زين يطلع الحجم مالته دبليو كريستيانال يطلع 166. زين هسه نجي الانترنال ورك، نجي الانترنال ورك. الانترنال ورك مالته انا عندي هذا الضلع بي فيكست، هذا بي فيكست والتشقق بصورة مائلة، نقطة الهطول من هنا واحد لهذا الجزء، ايش بيأدي؟ بيعزم موجب وعزم سالب. اذا اقول العزم السالب في طول مسقط التشقق، ها مو طول مسقط، طول السبورت قلنا بالفيكس، يعني المسافة من هنا لهنا ايش قد مقدارها؟ في 5، هالشكل هذا. في المسافة من نقطة الهطول واحد الى عمودية على محور الدوران واحد على اكس، هذا العزم السالب. والعزم الموجب هذا من اجي اسقطه يطلع طول، يعني اقول العزم الموجب في طول مسقط التشقق، نعدل هاي صارت يمكن، اقول العزم الموجب في طول مسقط التشقق، لان هذا اذا سقطه هم يطلع طول 5، لان هنا بعد من هنا قد مقداره 5 عندي بالسؤال. في المسافة في واحد على اكس، خلصت من الجهة اليمين، خلصت من عندها. الجهة اليسار، الجهة اليسار بيها فقط عزم موجب، لأن هذا الضلع سمبلي، هذا سمبلي، أقول عزم موجب. في طول مسقط التشقق هنا لازم آخذه بسرعة عمودية، راح تطلع هاي المسافة، أنا راح لها بالرياضات أطلعها. في المسافة من نقطة الهطول واحد إلى هاي المسافة هي أي، أقول في طول مسقط التشقق ايش قد تطلع؟ في واحد إلى أي، وأكمل السؤال هالشكل هذا، ماشي وينحل. سؤال بعد أيضا عندنا في عدد السنوات، طبعا قسم ذا الأسبيس إلى كويزات إلى آخره، سؤال هالشكل جابي في إحدى من السنوات، طبعا امتحان يعني هاي الأسئلة، هل أفكار تجيكم؟ هنا كاتب لكم أني فيكس، وهنا حاط فيكس، وهاي المنطقة عايفة فارغة يعني ماكو سبورت، وهاي مطيها فيكس، هاي طول المسافة مطيها 6، هاي طول المسافة 5، هاي طول المسافة 5، وهاي 2، وقال الارتفاع مالته كليته 5. سؤال
نط الحمل المنتشر مالته دبليو 18. سؤال، اكو ممكن سبورتات يلتقن؟ لا ما يلتقن، لان هذا افقي، هذا عندنا افقي، وهذا هم عندنا افقي، ما يلتقن ابدا. اذا المطول السبورتات متوازيه، معناها التشقق هم يطلع متوازي. السؤال مكانه وين بالنص؟ لا، لان السبورت اللي فوق ما يشبه السبورت اللي جوا. اولا هذا طوله 12 متر، هذا طوله 6 امتار. ثانيا هذا بيفكس 2 فيكس وفراغ، وهذا كليته فيكس. اذا معناه اختلاف، اذا التشقق راح يطلع في مكان معين، مسافه من هنا لهنا طبعا اكس، دائما افرض اكس وهي متاثر. اذا هاي المسافه من هنا المتبقيه هي 5 ناقص اكس، هاي الاكس تطلع اكثر من 5، اقل من، يعني نصها اقل من نصها. دائما هذا يا الاقوى ذاك السبورت الاقوى، اذا هذا يصير اقرب لهذا سبورت، يعني هاي الاكس تطلع اقل من 2.5 المفروض بالحال مالتنا، لان هذا الستة سبورت صغير ضعيف، فبالتالي يصير عليه، يعني الحمل يصير اكثر، ينتقل السقف لهنا هالشكل هذا. اذا فرضت اكس راح نجي هسه، نجي فرضنا اكس لازم نطلع بدايات الاكس، نروح نحسب شو نقول؟ نقول هذا نقسمه مستطيل مثلثات، وطول مقداره صفر، وطول مقداره ما مطولها تشقق واحد 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 واحد. اذا هذا الجزء الوسطي شنو مالته الانترنال وورك؟ نقول الحمل المنتشر مقداره ايش قد؟ 18. في مساحه هذا الشكل 6 في اكس في مقداره طول واحد على المسافه اللي هي على اليمن، في واحد على اكس، ماشي هالشكل هذا، في واحد على اكس، صح هذا الحكي؟ ماشي. خطا هذا الحكي، اني دائما اكو طلاب يخربطون بين الانترنال والاكسترنال. من احسب اكسترنال ما عندي في واحد على اكس، ما عندي في واحد، انا تعمدت احط لكم اياه، ما عندي في واحد على اكس. اذا هذا الحكي غلط، ما عندي واحد على اكس، ما عندي زاويه، عندي هطول ثلث ونصف وكذا. فدائما شوي مرات بالحل الطلاب تخبط. اذا دائما شو نقول الاكسترنال ورك دبليو؟ هو الحمل المنتشر في حجم ذلك، حجم معناها مساحه، في ثلث في نصف والسلام، هالشكل هذا. اذا نقول 18 في 6 في اكس، حصلنا مساحه هذا المستطيل في ثلث لو نصف، هذا بي نقطتين هطول في، شوف نصف، ما عندي واحد على اكس، خلاص واحد على اكس واحد على المساحه، هذا كليته بالانترنال ورك بالثيتا، هالشكل انت عارفه. زين هذا المثلث شلون ناخذه؟ ناصفر وبي مكانين بي واحد، اذا معناها هذا شنو نسوي؟ لازم نكمله، لان ما عندي النقطتين هطول مقدار واحد، لان مو نقطه، ها بي راس بي صفر، نكملها ايش قال هنا؟ صفر، فنعتبره كلي تكامل ناقصا هاي المنطقه، كلي تكامل مكانين صفر ومكانين واحد، هو حجمه شنو؟ نصف، ها ناقصا هذا مكان ينبي صفر ومكان بي واحد، الهطول حجمه شنو؟ ثلث، وننقص هالشكل. بقت هاي المسافه شلون نطلعها من هنا لهنا؟ هاي نحتاجها بالحل، مسافه شلون نطلعها؟ شو نسوي تشابه مثلثات؟ ايش اجي اقول؟ اقول انا عندي البعد من هنا 12، والبعد من هنا عندي شنو؟ 6. اذا المسافه من هنا هي ايش قد؟ هي 3. انا من هنا عندي هي اكس، هاي المسافه ايش قد؟ اقول اكس الى هاي المسافه، او مثل ما هذا الارتفاع اللي هو بالسؤال عندي 5 الى هاي المسافه 3، وتطلع ها راح يطلع هذا البعد بدايه اكس، وكل السؤال يطلع بدايه اكس. اذا معناها اروح احسب حجم هذا، واحسب حجم هذا، واحسب هذا الحجم المستطيل، واحسب حجم هذا المستطيل هنا، واحسب حجم هذا المثلث، واحسب حجم هذا المثلث، واجمعهم الشكل هذا، واحل السؤال ويطلع اكسترنال ورك. ماشي هذه الفكره مالته، هنا قيمة اكس تطلع. الانترنال ورك هم انترنال ورك مالته شج اقول؟ شوفوا شوي ننتبه لهمين لا نخطأ بالانترنال ورك، هذا هم نجي الرسم، هاي 6، انا عندي تشقق، طبعا هاي المسافة من راح تحلوها تطلع 0.6 اكس، وهي من هنا المسافة تطلع 0.6 اكس، هاي من هنا لهنا قلنا 5، وهاي من هنا لهنا اكس،
من هنا هنا 5 ناقص اكس، وهذا من هنا 5، هذا 5، هذا 2. شوف نجي لهذا الجزء، عندي فيكس، الفيكس دائما قلنا شنو هو العزم السالب، مو في طول الفيكس، ايش قد طول الفيكس هنا عندي؟ في 6. في الزاويه ايش قد الزاويه مالته؟ في 1 على اكس. خلصنا مال فيكس، بعد مال هذا التشقق انا جاي احكي فقط بهذا الجزء هسه. عزم الموجب في طول ما التشقق، ها من هنا لهنا ايش قد طوله؟ اذا هاي 6 وهاي بوين 6 واكس وبوين 6 اكس، يطلع طوله 6 زائد 1.2 من اكس، في الزاوية 1 على اكس. خلاص من هذا اعبر للفوق، ايش قد طول العزم الموجب؟ هم اقول العزم الموجب اسهل، اول واحد في طوله اقول 6 زائد 1.2 من اكس، في الزاوية 1 الى المسافة من هنا لهنا اللي هي ايش قد؟ 5 ناقص اكس في 5 ناقص اكس، زائدا العزم السالب في طول المسند السالب. طول المسند السالب فقط 5 زائد 5، لان هاي هنا ماكو مسند، يعني قد طول المسند؟ في 10، في 1 ناقص على 5 ناقص اكس. وروح تطلع الام بدلات الاكس، الام بدلات الاكس تشتقون بارشل ام الى بارشل اكس او مشتقة اكس وتساويها بالصفر. انتبهوا وياي شوي، احنا ليش نساويها بالصفر؟ جاي اطلع اعلى عزم، وبالحقيقة اني اذا انا اشتقيتها للصفر وطلعت لي معادلة من درجة ثانية درجة اولى وحليت قيمة اكس، اوكي صح، بس تطلع لي مرات معادلة معقدة باكس تكعيب اكس اس 4 بهذا السؤال غير سؤال، تصير صعبة علي احلها. شو اسوي؟ سهلة، وان شنو الغرض من هذا الحكي؟ هاي قيمة اكس وهذا الام، اكس هلقد ام هلقد اكس هلقد ام، ارد احصل اعلى نقطة للعزم عند اعلى قيمة اكس ايش قد. شو اسوي؟ اسوي جدول صغير، هلي قيمة اكس ام، حطيت الاكس 1 طلع الام 4، حطيت الاكس 2 طلع الام 6، اوكي حطيت الاكس 3 طلع الام 5 نزل، هذا معناها الاكس بيناتهم، اروح هنا باخذ 2.5 2.6 لحد ما احصل هنا. انا شوف نزل عزم معناها اكو رقم بينات، لحد ما احصل اعلى عزم بقيمه اكس. هذا جدول بدون ما اكو داعي للاشتقاق، هاي اذا تطلع المعادله معقده ماشي هالشكل هذا نقدر نتعاملها. اعلى عزم هذا السؤال هم خلصنا من عنده. عندنا سؤال اخر هم به فكره، عندنا هذا السؤال سؤال هذا الجوز فيكس وهذا سيمبلي وهذا سيمبلي، يقول طول الضلع المائل هنا عندنا 5 وهذا طول الضلع 6 متر، همين فايند كولابس كذا شيء زين. انا فيثاغورس هاي 3 المسافه من هنا لهنا، نصف المسافه من هنا 3، بفيثاغورس الخمسة راح اطلع هذا البعد 4 اللي نحتاج كل الابعاد طلعت 4. التشقق من نقاط التقاء السبورت، من هنا يطلع التشقق من نقاط التقاء السبورت، يطلع من التشقق من نقاط التقاء السبورت، من التشقق العدل طبعا عمودي وهذا هو واحد الهطول. كم جزء عندي؟ تقسم جزء 1 2 3 الشكل هذا. المسافة اللي هنا يلتقم بها ما اعرفها، شوف رضا من هنا هنا اكس، اذا هاي المسافة هنا راح تبقى لي فوق، راح تبقى 4 ناقص اكس هالشكل هذا الحل مالته. اروح اجيب الاكسترن، طبعا هنا شوفوا ذا شكل واحد وبنقطة هطول واحدة تلتقي بها كلها، ما نعرف مكانها وين، ماكو داعي هذا الاكسترن ذا تش دبليو، ماكو داعي. اقول رأس مساحة الشكل، اقول حمل المنتشر في مساحة الشكل في ثلث، وخلاص يطلع الناتج، ماكو داعي اقسم هذا وهذا، يعني كل من يعني لان هذا لا مقدار ايش قد، هذا واحد يكمل للاخر يطلع حجم، او احنا بدلات الاكسات ويطلع كلها صح، وجربوا اثنين نشوفوا النواتج مالتكم لان تختصر الاكس عندكم ماشي زين. اذا ما ارتن بدي احل بدلات الاكس، خلينا نتعلم شويه سهله. اجي اقول هذا المثلث مالتي، هذا الفيكس، هذا الفيكس هنا عندي، وهذا السمبلي، وهذا السمبلي، وهذا التشقق مالتنا خلينا نرسمه خط عدل زين، هذا خط عدل، هاي المسافة من هنا لهنا هي
اكس المسافة من هنا هي 4 ناقص اكس، من هنا المسافة هي 6، طول الضلع المائل من هنا 5، نجي وهاي نقطة الهطول مقدارها 1. زين، إذا أريد مساحة هذا عندي الأكس الارتفاع، جيد. زين، إذا أريد مساحة هذا، ها مو أنا أقول مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع، الارتفاع من هنا لهنا إكس، جيد. من هنا لهنا. زين، إذا أريد مساحة هذا المثلث اللي هنا، أحتاج الارتفاع من هنا لهنا. وش أسميه؟ أي. اللي هو بالتشابه نفسي من هنا لهنا هو ام اي. إذا لازم أطلع الأي بدلالة، من أطلع الأي بدلالة الإكس؟ شلون أجيب الأي بدلالة الإكس؟ زين، أروح لهذا المثلث. هاي الزاوية وهاي الزاوية أي ترتبط بهذا المثلث، نرسمه. إذا أحتاج هاي الزاوية، عمود أقول أي ويا هاي المسافة اللي هي 4 ناقص إكس، أقول أي إلى 4 ناقص إكس مقابل إلى وتر هو ساين الزاوية. إذا أحتاج هاي الزاوية، هاي الزاوية هي نصف زاوية المثلث الكبير، هي نصف زاوية المثلث الكبير. إذا نطلع هاي الزاوية أو هاي الزاوية، منين نجيب هاي الزاوية؟ من تشابه، عندي من هنا لهنا 4 وعندي من هنا 6، وبالحسابات أطلعها من ساين وكوساين وأطلعها. راح أربط أي بإكس، يعني هاي الزاوية طلعت لي 60 درجة، هي تطلع هاي الدرجة تطلع 73 درجة بوينت 8، إذا هي نصفها، عم نربط الأي بإكس، إذا ربط السؤال كله إكس، صار عندي كأنه كل المعاني بدلالة إكس الشكل هذا. إذا أرجع للسؤال مالتي، أنا عندي هذا التشقق مالتي، هذا من هنا البعد هو إكس، ومن هنا شنو؟ 6. إذا الحجم مالته شنو؟ نصف القاعدة في الارتفاع في دبليو، 6 في إكس على 2 في 1 على إكس، ماكو 1 على إكس، حجم خلص بس في ثلث هذه النقطة تطول 1. هذا من هنا اي بدلالة الاكس في نصف القاعدة في الارتفاع، همين كلها بدلالة الاكس في 2 مال جهتين مال يمنى ويسرى، ويطلع خلصنا وانتهينا من عندها الشكل هذا. هذا ايضا عندنا مثال. نيجي عندنا بعد موضوع ال شو اسمه الانترنال مالته. شوف خلينا نجي اهو اخر شيء احكي عليه. انا عندي هذا فيكس وهذا هنج، هو ما اخر شيء احكي عليه شوي، راح احكيكم على سؤال بفتحة مخافت يعني تجيكم على مود. اني هذا التشقق، هاي المنطقة بيها تشقق موجب وتشقق سالب هذا المثلث. التشقق الموجب طول مسقط التشقق يعني هو 6، والزاوية 1 على هالمسافة يعني 1 على اكس، والفيكس همين 6 وفي واحد عزم سالب عزم موجب. هذا هنا هاي المنطقة اللي هو فيه 2، طول مسقط التشقق اسقط عمودي على المحور، هم تطلع المسافة من هنا ايش قد هي؟ عندي 5 في 1 على هاي المسافة اللي هي 1 على اي. اذا من بدي اكتب هذا او هذا، اقول هو العزم الموجب في طول مسقط التشقق، في ايش قد طول مسقط التشقق نضرب احنا؟ في 5 في 1 على اي في 2 ما جهتين هذا وهذا، بينما هذا الجزء بعزم موجب قلنا وبعزم سالب لان بي فيكس هالشكل هذا. ماشي، في احدى السنوات جبت لهم سؤال شويه همين وطيتهم التشقق، بس راح احكي على الفتحه مال تشوف الفتحه شلون تتعاملون وياها. وطيتهم هذا كان الفوق فيكس والجوه فيكس وهذا هنج، قلت لهم اكو فتحة هنا بالمنتصف صايرة ولي جوا. هذا قلت لهم المسافة هاي الفتحة منا لهنا 1، والمسافة منا هنا 1، ومنا لهنا 2 يعني بالمنتصف، ورسمت لهم خط الفشل. الان منطهم اياه بالسؤال خط الفشل عمود ما يفرضونه. هاي الفتحة شنو؟ اول شيء تشقق هنا بالفتحة ماكو، ما موجود، يعني هذا التشقق من نسقط هذا من هنا لهنا فقط هاي المنطقة، طول مسقط التشقق الموجب من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هاي بالنسبة للعزوم. بالنسبة للحجوم هاي تنطرح، شلون نطرحها شوي انت اخوي؟ يعني شو اقول اني؟ اقول هنا الهطول 1 وهنا الهطول 1،
هناش قد هناش قد نسبة وتناسب. يعني اقول واحد الى هاي المسافة مثل ما هاي الدلتا الى واحد هم تطلع نسبة تناسب 0.5. شلون اطرح حجم؟ يعني اقدر اقول انا شو اقول؟ اقول هذا المثلث من علاقة بي هذا لين واحد. اقدر اقول هذا كليته كامل. ها يعني شو شلون شو اريد اسوي؟ انا عندي مستطيل كبير رؤوسه واحد بواحد بصفر صفر. اطرح من عند الفتحة اللي هي واحد بواحد بوينت فايف بوينت فايف. شلون احسب هذا كامل بالله نصف؟ بس شلون احسب حجم هاي الفتحة؟ لو اقول كامل يعني هذا قصدي شلون اطرح من عند الفتحة؟ لو اقول كله كامل ناقص هاي المنطقة اللي هنا صفر بصفر بواحد بواحد ناقص صفر صفر بوينت فايف بوينت فايف، على مود اطرح من عند هذا هالشكل هذا. زين هذا الطريقة. زين وهكذا. او عفوا شوف هسه هاي شلون اطرح الفتحه. طبعا هو بهذا السؤال انا ما احتاجه، لان انا بحتاج شو اسوي هنا؟ انا راح اخذ بس حجم هاي الجو، لان هاي ما تدخل حجمها ما داخله. فاقول راسا الحجم الراحه داخله بالسؤال، بس اذا احتاجت تطرحون فتحه انا اعلمكم. يعني انا بهذا السؤال بس حصل بهذا السؤال. زين لان صار الفتحه على الحافه، لان صار فتحه على الحافه هذا السؤال، اني اريد احسب حجم هذا. زين هي خوف فتحه ما موجوده، بس احسب اذا الحجم مالتي راح يكون من هاي المنطقه فقط. بس اذا عندي سؤال فتحه ما صايره على الحافه، يعني انا بدي احسب منطقه معينه وارد اطرح من عندها الفتحه في مكان هنا صايره بالوسط، اذا استخدم الكامل ناقصا هذا الصغير هالشكل هذا. وباي طريقه انتم بعد تحسبوها. زين هنا ننهي المحاضره مالت اليوم.